الميكروفون مع عبد الحليم حافظ. طبعا مش شغلتي الميكروفون ولا ان انا ابقى مذيع، لكن كده يعني شافت الإذاعة انه في برنامج الميكروفون مع فلان انها تخليني مذيع النهاردة، وان انا اختار الاشخاص اللي هتكلم معهم. فانا الحقيقة ما حبيتش اختار، لانه انا بشوف انه الناس اللي بحبهم وبيحبوني هم أكتر الناس اللي ممكن أسألهم أسئلة يمكن تكون محرجة شوية لكن يردوا عليها. معايا دلوقتي الأستاذ بليغ حمدي. كل سنة وانت طيب أستاذ بليغ. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. أستاذ بليغ، أنت متهم بأنك بتميع الفلكلور المصري. بميع الفلكلور المصري؟ ده اتهام موجه لك من غالبية الملحنين ومن غالبية النقاد في مصر وفي العالم العربي. يعني أنا كل لما أقرأ مجلة أو موضوع فني بحس أنه الناس بتقول أنه بليغ حمدي بيميع الفلكلور. أولا طبعا دي أراء ممكن يكون من حق أصحابها أنهم يقولوا اللي عايزين يقولوه، يعني ومن حقك انك ترد عليه. انما اللي عايز اقوله ان قطعا اللي اتعمل مفهوش تميع اطلاقا للفولكلور المصري. اولا ما اقدرش اعتبر الحاجات اللي بعملها دي فولكلور اساسا، يعني كون ان في جملة من الكلام مثلا خدناها او حطناها مش معنى كده ان ده يعني فولكلور، لان ما بنقولش الغنى نفسه، حتى الموضوع نفسه بنختار، الكلام نفسه بنغيره، بنمشي مع موضوع جديد في دماغنا. يعني المهم اولا واخيرا ايه اللي بتغني دلوقتي؟ اللي بتغنيه الناس، اللي بتغنيه الناس دلوقتي ايه؟ الاغاني اللي بتتعمل اللي عملناها فيها الفولكلور المصري اللي بيقولوا عليه النقاد انه عمليه تميع له. انا شخصيا مش شايف انه عمليه تميع. ما هو ما بيقولوا ليه انه عمليه تميع؟ من قوه الالحان اللي فيه، من قوه ترديد الناس له. لو كانت حاجه فارغه والناس ما رددتهاش ولا قالتهاش وراك ما كانش حد انتقدها ولا قال انها تميع ولا حاجه. هو العمليه عمليه انه فعلا الناس بتردد هذه الاغاني في هذه الايام، فهو ده الاتهام الصارخ اللي موجه لك، انك بتعمل الحان حلوه فيها لمحات من الفولكلور وبعدين الناس بترددها ورا المغنيين اللي بيغنوها لك. انا شايف ان ده انتصار، مش شايف انه تميع يعني. وانا بعتقد ان انا قريت كذا رأي في المسألة دي، بعض الناس بيقولوا ان الاضافات دي بتأدي الى ان الناس تنسى اللحن القديم ويحبوا اللحن الجديد، وحاجات كتير اراء اتقالت بالشكل ده. واراء قالت ان انا لازم اذا كنت عايز اعمل حاجة فاعملها في حدود اللحن القديم. انا شايف ان دي مسألة يعني متخصص بها مراكز فنون شعبية، ممكن تعمل الحاجات دي، ممكن تجيب كل التراث ده وتعيد تسجيله تاني بشكل جديد بشكل اللي هم عايزينه. انما انا شخصيا مهمتي خلق شيء آخر من إحساس كان موجود قديم عندنا في بلدنا، وعملية خلق كلها من أولها لأخرها يعني ليست عملية نقل إطلاقا. فكوني إن أنا أصل إن أنا يعني أخلق حاجة من إحساس قديم وأنشره بالناس والناس تغني، دي رسالتي أنا شخصيا، أو دي على الأقل وجهة نظر أنا بالنسبة للحكاية دي. واللي بيعنيني فيها كلها هو إحساس الناس بالألحان. الأستاذ محمد حمزة، كل سنة وانت طيب. طيب يا أستاذ حليم، أنت طبعا سمعت الكلام اللي أنا كنت بوجهه للأستاذ بليغ، فأنت كمان من المتهمين بهذا يعني التميع يعني. من ناحية النص يعني هم أولا يعني الناس أو النقاد اللي هم كتبوا هذا الكلام أو الناس اللي هم بيهاجموني مش عارفين إن الأغنية بتحتوي على 3 كوبليه أو 4 كوبليه ومذهب، مش جملة أنا كلامية بس. فما بيقولوا في الكلور، أنا مجرد أن أخذ كلمة شائعة الناس بتقولها وحطها في قلب أغنية، ما تبقاش الأغنية في الكلورية يعني. أساسا المفروض أن فيها مضمون وفيها خط معين لازم ألتزم به في الكلام وفي النص،
فمثلا جميع الاغاني اللي احنا عملناها، اسكن سواح او جانا الهوى او خدني معاك او اي غنوه من اللي احنا عملناها الفولكلوريه دي، فانا اساسا باخد جمله من الكلام اللي الناس بتقولها، وبعدين ما بحطهاش في الاول، ما ببتديش بيها. اذا وجدت لها مجال في قلب النص بحطها، ما وجدتش مجال ليها مش مهم ان انا احط كلمه نهائي يعني. واحنا عملنا اغاني طبعا، وانت عارف ان احنا عملنا مثلا اغنيه زي سواح، الجمله الفولكلوريه اللي فيها لقاكم حبيبي، ومع ذلك الناس حفظت الاغنيه باسم سواح. يعني اذا ان احنا النص اللي كتبناه كان اقوى من اللي كان موجود الاول، ونسينا الناس. طب هي سواح فيها ايه من الفولكلور القديم؟ ما هي ان لقاكم حبيبي سلموا لي عليه كان الاول، النص الاولاني الاصلي، ان لقاكم حبيبي سلموا لي عليه، ان لقاكم ما لقاكم سلموا لي عليه. طبعا ما كلام ملوش معنى اللي بعد كده. احنا خدنا الاحساس بتاع كلمه ان لقاكم حبيبي، وبعدين يعني كتبت من خلاله اللي الناس كانت عايزه تقوله ومش قادره تقوله زمان، يعني اللي هم كانوا عايزين يقولوه، وعبرت عنه في الاغنيه. واستغلت هي الجمله الكلاميه اللي هي ان لقاكم حبيبي بس. ورغم ذلك الاغنيه اشتهرت باسم سواح. يعني اذا اللي احنا بنقدمه اقوى من اللي كان موجود. طب مش بنتمحك فيه يعني، مش بنتمحك في الفولكلور، او بنيجي نستند عليه عشان خاطر ينجح الاغنيه، ابدا. طب بقول يا استاذ حمزه، هو انت المفروض انه يعني انت بتالف اغاني ما فيهاش لمحات من الفولكلور كتير. طبعا عملت يجي 300 غنوه ما كانش فيها الحكايه دي، وبعدين اللي احنا عاملينه جديد انت عارف طبعا. انما الحاجات اللي اتشهرت لك هي الحاجات القديمه الاخرانيه. لا برضه في حاجات اتشهرت قبل كده ماشي في الكلور. زي اؤمر يا قمر امرك ماشي، ورش الورد، وحاول يوم ورا يوم تنساني، وحاجات كتير يعني. بقوه الحاجات الاخرانيه؟ لا الحاجات الاخرانيه لانها كانت احنا خدنا احساس الشعب، الناس يعني نبع من الناس نفسها. فانا لما باخد جمله من الناس بتقولها شائعه، فطبعا هو تتحط في قلب اغنيه مؤكد الناس طبعا هترددها. طب تفتكر ده الفضل ده يرجع لكلامك ولا للحن بليغ؟ في الحقيقه طبعا للحن الاستاذ بليغ. يعني ايه كلامك؟ لا يعني الملحن، انا بعتبر الملحن يعني من العوامل الهامه جدا في نجاح اي اغنيه. طيب يعني انا معاك في انه اللحن شيء مهم جدا بالنسبه لنجاح الغنوه، لكن افرض انك انت عملت غنوه كلامها حلو وتعمل لها لحن وحش. ما انا لسه كنت اقول لك الكلام ده، ما انا عملت قبل كده المحاولات بتاع الفولكلور دي مع ملحنين تانيين وفشلت طبعا كلها. عطشان يا صبايا طبعا اكيد ما سمعتش عليها. لا سما يعني بتاعت محمد رشدي ما سمعتش عليها طبعا اكيد. يعني فعلا اللحن كان وحش، كلام كويس واللحن اتعمل مش كويس. يعني معنى كده انه الكلام الكويس عايز لحن كويس. عايز لحن كويس. لو كلام كويس ولحن كويس وصوت كويس كمان. افرض انك انت عملت غنوه وفضل الجورنال ينشرها لك كل يوم، تفتكر الناس هتحفظها قد ما حد يغنيها؟ لا طبعا لازم الناس واحد يغنيها فعلا، لان اما مش اي واحد يعني. انا ممكن مثلا لحن كويس وكلام كويس وبعدين اي واحد يغنيه صوته مش كويس يعني، او نص ونص، مؤكد الاغنيه مش هتنتشر. استاذ حمزه، أغنيتك بتاعت السيدة أم كلثوم اللي بتعملها السيدة أم كلثوم بلحنها الأستاذ بليغ ما طلعتش ليه؟ يعني طبعا مؤكد إن اللي بيحدد الميعاد بتاع ظهورها السيدة أم كلثوم، إنما طبعا السيدة أم كلثوم بتحفظ دلوقت، بس ميعاد إذاعتها طبعا اللي يعلم الحكاية دي طبعا السيدة أم كلثوم هي اللي بتحدد ذلك. طب هي اسمها إيه؟ أغنية اسمها عيني على الصبر. ممكن نسمع حاجة من كلامها؟ أنا طبيعي يعني من فترة كبيرة جدا اتعلمت إن أنا ما أقولش أي كلام قبل ما يتذاع. طبعا بعد حكاية السرقات طبعا اللي احنا طبعا يعني أنا مش فاهم ليه ما عارف. مش احنا نشرنا قبل كده أغنية أدوك المياس وعملناها عمل كويس جدا، وقعدنا نشتغل فيها حوالي سنة ونص، وبعدين فوجئنا بواحد شاف الاسم فراح عامل عليها أي كلام وأي لحن وطلعت. أنا ما بعتبرش العيب على المطرب، أنا بعتبر العيب على المؤلف اللي ألف الكلام. لا برضه المطرب راخر، لأن لازم يحترم شعور زميله برضه. إزاي بقى؟ طب تفتكر يا أستاذ حمزة إنه لو أنت عملت قدك المياس وغيرك عملها ده شيء يزعلك؟ لا مش يزعلني، بس هم عملوها بطريقة ميعوا فيها الغنوة نفسها الأساس اللي إحنا كنا عايزين نعمله. طب لو جه حد مثلا عمل إن لقاكم حبيبي سلمولي عليه تتضايق؟ لا ما اتضايقش طبعا. لأنها ظهرت لا. ولا لا مش لأنها ظهرت، لأن لو عملها بالمستوى كويس أنا طبعا اتبسط.
انما اللي اتقال طبعا اولا شوشره على الاغنيه بتاعتنا بس لا اكثر يعني، انما لا هو شوشره على الاصل، شوشره على الاصل يعني. فاذا احنا لما نيجي نقدم اي عمل لينا وبعدين الناس هتحكم بعد كده اذا كان عملنا هو الاقوى او اللي احنا عاملينه عن دراسه ولا اي حاجه تانية يعني عملناها. طب عندك حاجه تانية تقولها؟ انا عايز اقول لك بقى كل سنه وانت طيب عشان ما اعطلكش. كل سنه طيب، متشكرين يا استاذ حمزه. معانا الملحن، مش عايز اقول الشاب لانه هو برضو راجل يعني سنه كبير. الله يحفظكم يا حبيبي. استاذ منير مراد، الملحن اللي الحانه كلها شباب وحركه وحيويه. كل سنه وانت طيب يا استاذ منير. وانت طيب يا استاذ عبد الحليم، و وكل سنه وكل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي في انحاء العالم وكلهم يبقوا دايما طيبين طيبين ان شاء الله. استاذ منير، انت معروف عنك انه اغانيك مرحه، يا ترى المرح ده جاي نابع من شخصيتك واعماق شخصيتك ولا من تقمصك للمرح وانت بتلحن؟ لا بكل تأكيد طبعا ده يرجع لشخصيتي انا، انا شخصيا احب طبعا المرح بكل الطرق اللي موجودة في العالم. طب انت عمرك ما لحنت اوبريت؟ انا في الحقيقة يعني ارجو ان انا اعمل عمل كبير، وطبعا انت تعرف ان انا حاولت كتير، ان انا حتى تقدمت للسادة المسؤولين في المسرح في مؤسسة المسرح والموسيقى، لكن ما ادونيش ايد يعني، ما اعرفش ما جاوبونيش. وانا شايف كل الحاجات اللي بتتعمل دي يعني بعيدة عن فكري. انت بتقدمها، عايز تقدمها كأوبريت ولا كاستعراض؟ اصل اوبريت واستعراض وشو او اي حاجة من الاسماء اللي احنا بنقول عليها دي، انا عايز اعمل حاجة اسمها يعني موسيقى مسرح، يعني كنا نسميها مثلا ميوزيك هول، تبقى موسيقى للمسرح، يعني الناس تخش تحضر ان كانت اوبريت او كانت رواية او كانت منوعة اي حاجة، انما فيها موسيقى ورأس ومغنى وحاجات من هذا القبيل. انت يعني ما لقيتش المجال ده في التلفزيون مثلا؟ المجال اخيرا ادوني برنامج مو بشتغل فيه اللي هو في انتاج الافلام للتلفزيون، الافلام المسجلة، وبعمل ساعة منوعات، ودي اول مرة هعمل فيها ساعة منوعات. واذكر كمان حاجة، ان انا عملت لك في فيلم ابي فوق الشجرة استعراض، يعني ده يعتبر خطوة بسيطة جدا من الحاجات اللي في مخي اللي أنا عايز أعملها بالنسبة للمسرح الاستعراضي. فيعني لو يدوني مرة فرصة فيا أبقى سعيد. المفروض أنهم سامعينك دلوقتي ولازم يدولك هذه الفرصة، لأنه إحنا مش موجود عندنا يعني واحد بحيويتك ونشاطك في ألحانك ممكن يعمل استعراض. طيب يا فندم، كل سنة وأنت طيب. وانت طيب يا حبيبي. سيداتي يعني سادتي، انا طبعا كان نفسي جدا ان انا اقدم لكم ناس كتير جدا في هذا البرنامج، وانه يسع الوقت ان انا اتحدث مع كل الناس اللي اعرفها، لكن انا زي ما قلت لكم يعني ان الميكروفون في ايدي، وكل صديق من أصدقائي بيدخل علي حطيته قدام الميكروفون وقعدت استجوبه، وأرجو أني ما كنش أسقلت عليكم بهذا الحديث. وكل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء إن شاء الله السنة الجاية.